مابقاش حركي بزاف في الطريق. مشاهدينا الكرام، اهلا ومرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر مباشرة معكم من مدينة الدار البيضاء. هذا السيد اللي كتشوفوا امامكم مشاهدينا خلى العائلة ديالو، خلى مراته، خلى ثلاثة الوليدات اللي مازال يعني في واحد العمر، مازال يعني صغار، مازال خصهم رعاية، مازال خاص يكون معهم، مازال بزاف الحوايج، لكن كيجي لكازا باش انه يتعالج لانه عنده واحد المرض خطير وخطير بزاف ومحتاج المساعدة ديالكم. السلام عليكم اخويا، لاباس عليك؟ كلشي مزيان؟ عاودينا اخويا شنو المشكل اللي عندك؟ يعني انت يعني مريض، عندك عرق مبوشي في راسك ياك؟ حول ولا قوة الا بالله. عندك وليدات ياك؟ شحال؟ شحال في عمرهم؟ صغار، يلا كبير عنده 16 عام، باقيين صغار. من امتى ما شفتي وليداتكم راسك؟ تقريبا شي 3 شهور. يعني مشيتي عندهم قبل في رمضان؟ لا ما مشيتش، بعدي باش غنمشي مريض، وقت شي وقت دخلني يعاوني من العيلة حول ولا قوة الا بالله. شحال وانت في كازا دابا خويا؟ يعني الهم ديالك الوحيد هو انك تداوى وترجع لوليداتك. واخا، وبالنسبة للخدمة ديالك فاش كتخدم؟ كنت كنبيع في القهوة في الشارع تاع مريض